منزلي في كل شارع، كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي فرمتي حفلة التراب. ما أخاف من فقري لكن كل خوفي من الظلام. دولة رئيس اللجنة الإعلامية متحدثة باسم الإضراب، يعني اليوم 16 في إضراب الأسرى عن الطعام. الآن يعني نحن في أشياء وقلق حقيقة على حياة هؤلاء الأسرى بعد اليوم 16 من الإضراب، وهذا يتطلب وقفة جدية من كافة قطاعات الشعب الفلسطيني، الشعبية والرسمية والأهلية. اليوم يعني نحن ودعنا الشهيد مازن المغربي، هذا الشهيد الأسير المحرر الذي عانى الإهمال الطبي فترة أسره في السجن، وبعدما أن خرج رغم حالته الصحية أصر أن يكون جزء من فعاليات التضامن مع زملائه الأسرى، وكان يعني يصر على الإضراب وتناول الماء والملح، ومما أدى إلى استشهاده وهو في معركة التضامن مع الإضراب، مع الإضراب الحرية والكرامة. سامر طلع أولاده حاج زي ما حكينا حاج، يلا يعني مستمر هذه الوقفات، مستمرة في كل المحافظات، في المدن، في القرى، في المخيمات، انتصارا لأسرانا البواسل اللي بخوضوا معركة الأمعاء الخاوية لتحقيق مطالبهم في هذا السجن الظالم ومن هذه الحكومة المتطرفة الظالمة. كل يوم هناك فعاليات من كل فئات الشعب، واليوم أيضا ودعنا أسير محرر عانى ما عانى من الإهمال الطبي وكان دائما منتصرا لإخوانه الأسرى، توفي هذا اليوم، وهذا يجسد حالة الأسرى والإهمال الطبي الذي يمارس عليهم في السجون. سنبقى على عهد أسرانا أسيراتنا حتى انتصارهم في هذه المعركة وحتى خروج آخر أسير وأسيرة وانتهاء هذا الاحتلال. نعم.